هذا فيديو عن نقطة الكود، نتكلم عنها ننقلها بس يعني تكمل نفس الموضوع أو نفس الفكرة. يعني سوف أتكلم عن موضوع نقطة عدم أهمية الكود وأهميته، وتكلمت عنها بمقطع فيديو قديم الظاهر. بعض الناس يقول الكود مو مهم أو ما يرون فيه أهمية بالكود، زي ما قلت ذكرتها بمقطع في فيلم أتذكر عن جون وين، مثل شخصية الأمريكي واللي معه مكسيكي أو إسباني، يمكن إسباني. ففيلم عن رحله طويله وراحه ومشى وجو، وبعدين تخلوا في مكان معين زي معسكر كذا، فاعطاه الحصان قال خليك ماسك بروح اكلم واحد. فراح شوي ورجع لانه يشرب مويه، لقى الاسباني يشرب مويه والخيل جنبه تشرب مويه، ماسك قاعد تشرب مويه جنبه، تنطر عن يعني مسافه طويله. فمجنون انت كيف تخلي الخيل تشرب مويه؟ تتعب ولا تم وصل ولا تطلع؟ ف قال يجي انت تبغى تشرب مويه خليك تشرب مويه. يجي تشرب يجي تشرب خليك تشرب. كان ما حد قد قال لك ان الخيل يعني شربت مويه تنضغ، قال لا ما حد قال شيء. فوخرها تخلي تشرب وخرها. راح الرجال لما يجي يكلم ما كان رئيس الهند حمر او شيء زي كذا مره ثانيه، ثم جاء بعدين نص ساعه او ساعه يوم جاء لقاه رابط الخيل الحين ما شربها مويه. قال الحين ما شربتها مويه؟ قال يا اخوي انت قلت لي لا تخلي تشرب مويه. قلت ما حد فهمك في الخيل شيء، مره ما تفهم شيء في الخيل؟ قال لا ما احتاج اصلا افهم شيء في الخيل، انا اقول سايس هات الحصان واركب، اقول سايس هات الحصان او خذ الحصان وامشي. ما هي دق يعني ما بتحت الحزام دقين فيهم دق، لكن قصدي مقصد انه بالفعل في ناس خياله او يكبروا ركوب صحيح لحد ما، بس ما يركزون في بعض النقاط. لانه يدعي طبعا انه مو مهمه، بالنسبه لي انا استدعي الجزم انه مو كفو لها اصلا. على سبيل المثال نقول لك الكود 90% منها خير او 80% منها خير، مو فاهمينها بالضبط او يتخذون او ما يرون فيه اهميه، لانه اصلا لو قاد وش بيسوي يعني؟ هو اصلا ركوبه خايس مو بصحيح كطريقه، ركوبه سيء. فلما يقاود طبيعي انه يكون قوده سيء، فكلام منطقي دائما ركوبي خطا خلنا نركب لما قاود. ايش فايده بالقود؟ هو مخرب حصان، مخرب حصان ركبه بيخربه، اذا قاوده بيخربه، قاوده ليش؟ فاهميه الكود عندهم مو مهمه. اقرب ما لها المثل اللي كنت اقوله انه لما تسوي اختبار صعب بطريقه صحيحه يصير سهل، ثم هم يسوونه بطريقه خطا يتكسرون ويلومون الاختبار نفسه. والواقع اقول ان الاختبار نفسه مو بصعب، والاختبار نفسه مو بسهل، ان سويته صح فهو سهل، ان سويته خطا فهو صعب. زي رد حصان لما يخاف، لما زي تحكم بالحصان عند الخيل او عند الفيل او عند الافراس. نفس الفكره هي بخطا، اذا سويته خطا فهي خطا، ان سويته صح فهي صح. كذلك الكود. الكود مو مهم، طبعا مو مهم في وضعك. ايضا لما يجي يقول الكود اهم شيء، نعم اهم شيء في وضعك. لان لما تكون تقاود غلط وكبك خطا طبيعي انك الكود مو مهم، لانك منطقيا تخرب الحصان. خربه فوق احسن ما تخرب تحت. لكن الجود هو اول خطوه في خلينا نقول فن الخياله. الخياله فن وليست رياضه. انا بكررها وقلت لك اكثر مقطع، الخياله فن وليست رياضه، لانها ما فيها قوه وقدر ما فيها ردات فعل، كثر ما فيها يعني ردات فعل ودقه. لكن في البدايه تكون رياضه، انت تستعمل القوه بس. مع الوقت تصبح فن وليست رياضه. لما تصل المرحله هذه لما تصير فن وليست رياضه، يبدا اول خطوه في الخياله عندك في فن الخياله هو الجود. جميع الطرق عبر التاريخ اللي عليها الدقة يعني وصلت معلومات عنها ان الجود مهم جدا فيها. المدرسة الإسبانية 70% منها جود. المدرسة الفرنسية شغلهم كله جود. من أهم الأشياء اللي يسوونها في الجود. المدرسة طبعا المدرسة تجي من المدرسة الفرنسية والمدرسة الإسبانية تعتبر تابع لهم. الركوب الغربي يعني نقاط مهمة جدا في الجود. هذاك المكسيكيين هذاك البرتغاليين وهكذا. ف الجود مهم جدا. طبعا بالنسبه للعرب اكيد بيكون عند الجود احسن من غيره، من اصلا حصان ما يركب في المعركه، طول ما هو قاعد في الخيمه او قاعد في البيت ايش يسوي؟ قال راعي حاشا راسه الجود. ذاك سالم بن اكوع رضي الله عنه يوم واحده من الغزوات او واحده اللي شنوا غاره على المدينه، بعدين انحاشوا باللب اللي خذوها اللي حكم عرجوله، حديث معروف الظاهر. اثناء هجومهم لما شافهم كان يقاود حصان الزبير رضي الله عنه، وبار الزبير كان يقاود حصان الزبير، عطى اللي معه الحصان قال رجع للزبير وراح لحقه مرجوله. كان يقاوده. اكيد طبعا يقاوده يضمره والى اخره، بس ليش يعطيه شخص زي هذا مقاتل؟ ليش ما يعطيه شخص ثاني من العبيد او اليهود؟ ان اعطاه شخص قد يعني يكون جوده يعني مؤثر. فالجود من اهم النقاط او اهم نقطه في الخيال. طبعا هذا ما يناقض كلامي زي ما قلت لما اقول لك ان اللي يتعلم في الركوب كمبتدئ لا تخليه يقاود، بالعكس انا ايد كلامي قبل شيء قلته. مبتدئ يقاود خطا ويركب خطا جوا المدوخ خطا، فخليه يبدا يضبط ركوبه
ثم يتحسن قوده ثم يتحسن شغله ديك. مع انك في البدايه يمكن تخليه يدفع على الخيل او تخليه يقعد بس عشان نفسيا يتعود، ثم بدا في الركوب. يعني ايش قلت لك؟ انه اتقن بدايه الخياله، مو بدايه الركوب، المبتدئ مو بخيال، تعلم ركوب. كان خيال. خيال لما يبدا يحصل قود اهم نقطه. انك في البدوخه لما تدخل حصان طبيعي حصان بينحاش منك كشخص اول مره عليه، او لو خاف اكيد بينحاش، لكن لما تقاوده وكذلك لما تركب شخص فوقي ما ادري فيك اطيحه او اطلق فيه، لكن الجود مقود او حبل على خشم الحصان او على فم الحصان يربط طبيعتك عن طريق اليد بطبيعتي عن طريق الفم، وانت شطارتك 80% او 70% ردات فعلهم خاطئه فالحصان يسوء يخرب. تقنون الجود المنطق يقول انتقد نفسك، لما يعني يركب ركوب صحيح ردات الفعل صحيحه فالحصان تحسن فامدح نفسك. الجود اول خطوه في فن الخياله. ما هي الفكره؟ الجود اللي تسويها سهل جدا. اللي يصير اللي موضوع انك تغايت بر الوسيله، يجيك واحد يقول ابغى كعك، تقدر تكع لسانك يعني تركز في الكع وتخلي الامور الاخرى، تجيب الحمار يكع لسان، هذا ما له دخل. انا قلت لك تكع اي حصان في اي لحظه في اي مكان بدايه مع العسيف من اللعبه، لان الهدف مو بالكع، الهدف التحكم، والكع من ضمنه. الهدف ليس الريوس، الهدف التحكم والريوس من ضمنه. الهدف ليس الفحول، هدف التحكم والفحول من ضمنه. فلما يجي شخص يركز على نقطة معينة ممكن يجيبها عن طريق خطأ، الحصان صنيع واجهه بدرجة زينة. طبعا على حساب وش؟ على حساب انك ما تحكم في الحصان، فقط التحكم، خلي الكع لك اجل. فجاك واحد بخليك كع احسن كع، ما تحكم في الحصان، يقول لا يا اخوي الكع خليك. الهدف التحكم ومن ضمنها اشياء كثيرة. فكل الاشياء هذه تستغل عشان توصل التحكم وليس العكس. ما تحكمت عشان تسويها، سويتها عشان تتحكم. فالجود لما تخوف الحصان بالعصات او لما تخوف الحصان بالقروره او لما تخوف الحصان بالثوب او الصوت او اي شيء تجمع عشان يسويها وضعتها قلتها في المقطع، اول شيء يسوونه مع الخيل خف من العصات، خف من الكيس، احترم الصوت، احترم هيبه اللي قدامك، احترم مساحته، هذه كلها شيء يسوونه بالخيل يسمون اشهر كما يكون. اول شيء يسوي في اول 5 دقائق اقول لا تحترم العصات، لا تحترم الاشياء المخيفه، لا تحترم الصوت، لا تحترم مساحه اللي قدامك، احقر كل شيء بس ثق في يدي، ابيك توثق في يدي. لا تحترم اي شيء، ابيك توثق في يدي. وش صار؟ بعد 5 دقائق، 10 دقائق، ربع ساعه، فجر الخمر ما ينطلق الحصان. وثق في اليد ما عاد يحترم شيء، طيب وش الهدف؟ مو الهدف اللي قاعد تسويه حاليا. الهدف لما تركب بعد شوي كل شيء بيصير اقل خوف من اللي انت سويته. يعني ركبته طبعا مخوف قبل باشياء اسوء من الركوب. وما انطلقت. خاف من كيس، مخوف قبل شيء بدوره فيها حصان. خاف من كلب مار، مخوف مثلا دب اكبر منك. فانا مسوي الصعب لما قاودتك، فلما اركبك او لما قاودك برا مثلا وتشوف شيء جديد، اللي انت تشوفه الحين قد رديتك بشيء اقوى منه. وين جديد؟ ما تفاجئ. لكن لما كل شغلك هو 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 او احترم العصات، احترم الادوات، احترم العصات، طب طلع وجاء شيء فوق طاقته انت ما قد سويته قدامه ولا قد سويت ربعه. كلب او بعير او يهو وجه يسار حط غلب الاشياء اللي قلت له احترمها ما اختبرته وحاولت تخليه يحترم الادوات او المعدات اللي سويتها. شاف شيء ما اول مره يشوفه ما قد دربته على انك تتحكم فيه اذا خاف او بالفعل ردته اذا خاف، انطلق عكس غلب الاشياء اللي كنت تبغاه يحترمها، معناته انا ما يحترم. شو بيصير؟ ما احترمها وانت تبغاه يحترمها يعني غلبك. هناك انت اللي تحترمها. احقرها باول 5 دقائق. يحقر العصات، يحقر الشكيمه، يحقر السرج، يحقر الادوات اللي تبغى يحترمها، لما حقرها وش صار؟ رد عليه، اغلب عليه. مجرد اني عارف انه فاز، لن تراجع ولا تلومه. فاز ليش يرجع؟ طبعا لما يقول فاز مو قصدي فاز نستانس، فاز متضايق يعني يقول يفتك منك. مو قصدي فاز يعني يشرع عليه فيس، لا قصدي فاز يعني يبغى يتخلص منك ونجح في التخلص منك، لما ينجح في التخلص منك معناته قلق. خليني بحالي، خليني بطبيعتي احسن لي، خليني في البر احسن لي. اذا الفكرة من الجود والفكرة من الركوب والفكرة من جميع الأمور الأخرى هو أنك تبغى التحكم، والتحكم له عدة طرق، لكن بالنهاية الهدف التحكم، ليس التحكم وسيلة للكع، ليس التحكم وسيلة للريوس، ليس التحكم وسيلة للتحكم في الحصان عند الحول، لا، هذه الأشياء وسيلة للتحكم. بدون التحكم ما تسوى شيء الأشياء هذه، والتحكم بدون الأشياء هذه يبقى تحكم. هذا يقودني في النقطة اللي تكلمت منها اتوقع نقطة عليه قبل هذا، اللي هي موضوع يناقشونك في أي شيء اللي تبغاه، لكن مستحيل يناقشك في التحكم في الحصان لما يخاف.
ناقشونك في التدريب، الكعب، في الريوس، في الأطباع، التبويس، ما أدري بس ما يناقشونك في الأمور اللي فيها رغبة ورهبة حقيقية، ما يناقشونك أبدا ليش فقد التحكم لما جاء عند خيل مرة بالفعل حصان قرب من خيل حسن. ما يناقشك أبدا لما حصان بالفعل خاف انطلق، ما يكلمك فيه. حتى متقن الطرق الأخرى. مش يناقشك في نقطة معينة ما أدري أسويها. جميع الأمور الأخرى يناقش فيها ممكن يسويها حتى أحسن منك في نظره. سواها كنتيجة وكدرجة يرى أنها أحسن منك. لكن في أمور ما يناقش فيها ما يقدر يسويها كطريقة ما في طريقة واحدة تسويها بس. كنتيجة ما تسوى إلا بطريقة واحدة. أتكلم عن أشخاص أنا شايفه يركض. صانع كان ينطلق فيه، نفس الحصان اللي ينطلق فيه الآن. الآن يشيل كرتون فوقه يخوفه وأنا قاعد أخوف صاحب الكرتون ما انطلق. كان إذا ركب بيني وبين 4 متر صار أخاف يوقف يجيني. دقريش اسمه الآن يصدمني صدم كتف قطعت حصان ما يصدم نفس الشخص نفس الحصان مو فقط أقناع له هو أنا مستحيل يغير رأيه بما أنك توصل لقناعة دي أقناع لي حتى أنا يعني أنا أعرف شر ركوبه وش صار أعرف حصانه وش كان يسوي وش صار يسوي مو حصان وحصانين عشرات طبعا قبلهم أنا برضه الحين كانت تحوسني ضبطت قل شيء ثم طبقه يصبح واقع قله دون ما تطبقه رأي قابل للصواب قابل للخطأ في أكثر الأوقات الرأي ليس رأي بقدر ما هو كذبة وتجاهل بعض الحالات بالفعل الرأي قد يصيب قد يخطئ أما الواقع قلته أقنعت وردك إياه انتهى واقع قبل كنت ما سويته يصير مو بواقع وعلى كيفك قدامك وردك إياه أنت ما سويت أنت فاشل أنت ولا قه الواقع مين كلامي واقع مين كذا ما هكذا تركل الكتف واقع ما يختلف عليه اثنين اختلاف حقيقي يعني. كلهم كعوا هذا واقع انا كعيت احسن او لا انا كعيت احسن هنا رايي كلهم دقوا ريوس واقع انا دقيت ريوس احسن انا دقيت ريوس احسن هنا رايي لكن لما اجيب واحد كعيت بالفعل كل خير دقيت ريوس كل خير تحكمت بحصان كل ما حصان ينطلق حصان يهج طب تشنيع خلاص صبه ما يوقف هذا حصانك الخاص ده حصانك الخاص كيف تناقش روح سمن خلاص يجي يقول لك خلنا نختبر حصان لما يخاف خلنا نختبر العسيف ليش تختبر العسيف ونجيب حصان ونتعب نفسنا حصانك اللي تدرب زي وجهك عندك حصانك ذا عنده حصانه حصانه ذا موزون انت حصانك محيوس انتهى النقاش نقطة لما اقول جيب خيل جديدة واركب عسيف لان ذوليك كلهم جيدين خيلهم كلهم موزونة كلهم يسوون نفس الشيء فعشان نعرف نقول جيبوا خيل جديدة او اركبوا عسايف او في اوضاع معينة مع حصانك الخاص خلنا نشوف ايش يصير اما هذاك ما يحتاج لان اصلا حصانه اللي مدربه هو محيوس اركب حصان شوف صبر اصلا هيك النقطة واضحة فهذا رأي موضوع الجود الجود هو أول خطة في أول خطوة في فن الخيانة وجميع الطرق بدون استثناء بشكل أو بآخر تلقى جزء كبير منها مرتبط في الجود وتختلف الأساليب والطرق لكن الهدف واحد هو التحكم كلما زادت الطريقة حسنا وجودة تحكمت زيادة وكلما قل جودتها قل التحكم الخيانة هي التحكم أو فن التحكم هذا رأيي في المقطع اليوم المصور